اختار اسم مستعار. مرحبا بك ساعة مرخ. أمك وبوك تلقوا أنت وقت عمرك 5 سنين، أخوك الكبير 14، أختك عمرها 12 سنة. أمك وبوك ما كانوش يحكيوا على الطلاق، هما مطلقين. بوك كان يدخل ويخرج على الدار عادي جدا، بشوية بشوية تفارقوا، وهذايا ما منعش. وأنه الطلاق هذايا كان صدمة بالنسبة لكم أنتم نهار اللي سمعتوا وأنه فما طلاق. في بالناش اللي طلقوا، أنا لتوا ما عنديش في مخي وقتاش هما طلقوا، ما نعرفش هما وقتاش طلقوا. جي أوكان سوفونير. نثبت على روحي كما تحكي، نرقد عند بابا، بعد مومون دوني ولا ساعة ساعة يغيب، ساعات مش في الدار، يخدم البرة، بدا بشوية بشوية يبعد، بعد ساعات يبعد مدة طويلة ويجي يطلع علينا. هما وقتها كانوا مطلقين، احنا ما نعرفوش. هكا يخدم ديما يخدم، كنت نقول له بابا بدل الخدمة وارجع هوني كهو. ما شفناش عرك، شفت حتى شيء. شفت عارك اما مش بابا وامي، معناتها العائله الموسعه. سمعت كلمه طلاق ما كنتش نعرفش معناها، من العائله حسيت امور متوتره. ما نعرفش معناها، ما حسيت شيء. لا انا ما حسيت شيء. معناتها اسمع، الصغار ما همش فاهمين، اما حاسين فما حاجه ماهيش عاديه. مش بين بابا وامي. واضح. شفت حاجه في الزيارات العائليه. معناتها سمعت كلمه، نتذكر امي قالت لي، انا مشيت لامي قلت لها طلق وخذ في واحد اخر واشري واحد اخر ولا ما نعرفش حتى اش معناها. بشويه بشويه وعيت اللي هو طلق، ما نعرفش وقتها. من بعد كيف عرفنا اللي هو عاود عرس، يمكن هذيك باش عرفت لي بابا امي تيان سون ديفورسي، معناتها عاود عرس. بعد سينو يمكن راني ما عرفتش بالكل، ما نعرفش منين جاتني المعلومه. حياتنا باهيه، فما حد شيء ظهر، لكن فما ان مامون نيرفوز. عامله ديبرسيون حسب. عامله ديبرسيون وي. ديبرسيون عميقه. نيرفوز. ما تقلقتش من الطلاق، تقلقت من امي. ما كنتش نعرف لي شنو السبب. ما فهمتش علاش امك دبرمت معاك. اي ما فهمتش بي امي هكاك، ديما على اعصابها وديما تسيح وديما منرفزه ما تسمعنيش وبعدني. انا لتوا امي ما نبوسهاش. جيت مره هي روحت من الخدمه، وانا نهار كامل وحدي في الدار، متوحشتها برشا. مشيت نجري باش نبوسها باش نسلم عليها كوم دابيتود. دزتني هكا قالت لي انت ابعد عليا. لليوم انا ما نبوسهاش امي، بالرغم ان هي تحملت المسؤوليه ماديا. معناتها ليه مش كان ماديا، كل شيء. بعد هي قامت بواجبها وبدورها كأم، تبقى نجم نعذروها. وأنه بعد طلاق تعديت مرت بفترة انهيار عصبي، معناتها اللي هو عادي. هذه هي المشكلة، مش بعد طلاق التو. شو التو؟ التو هي اللي توجد. معناتها التو في حالة انهيار هي تو. أي عمرها ما تحسنت لليوم. مش يمكن مطلق، ما يمكن من المسؤوليه اللي رزنت عليها. سو سونسول الشارج قويت عليها برشا، وهي ما قبلتش الحاجه اللي صارت. خاطر انت تفسر اللي اليوم عندك اخوك اللي وقت طلاق عمره 14 سنه، اللي اليوم عمره 40 سنه، رافض وانه يعرس بسبب طلاق امك. ما نعرفش السبب. هل ترى انت مقتنعه بالكلام هذا ولا التخمينات؟ معناتها هذا هو قاله لك بالحرف الواحد ولا انت وحدك؟ لا ما قالش. مي الي اونتي مارياج، وما يحبش يعمل حتى غولاسيون، وكلنا عندنا خوف من المارياج حتى انا. ساره لهنا عندي، معناتها نشوف اللي انت لليوم زلت تحس روحك طفله صغيره، وبصفه غير شعوريه تتعلق اكثر برجال كبار في السن من اللي رجال ندادك نقول واحد هكا ولا. وحسب رايك انت وحسب ما تقولوا انت، هذا كل عنده علاقه مباشره بتلاقى امك وبوك. انا كي كنت صغيره ما حسيت بحد شيء، كيف وليت ادوليسونت يمكن كنت فرحانه بتلاق. اش معناها فرحانه بتلاق؟ علاقتي به يا بابا ما عادش يطلع علينا ديما، ولا يطل مره بعد شهر شهرين 6 أشهر ساعات. فما مره من المرات هبطت باش نشوفه في قدام الدار، الحومه الكل فارغه، كان عيد يظهر لي، عملت هكا ماشي جاي قدام الدار، عاودت طلعت. امي شبيكر طلعت؟ قلت لها شي راه فارغ، فما حد، فما كان هكا راجل واقف. غزرت لي قالت لي شكون هكا الراجل؟
نتذكر التوا غزرتها هي بيدها ما عرفتش شنو تعمل. بعد شويه في الادوليسونس كنت فرحانه ادوليسونس نسمع من اصحابي نسمع حكايات من اصحابي حتى ولديهم عارفين اللي بوها ضربها اللي بوها حزار برشا اللي بوها نعرفش عايشين في عرك كنت انا نقول الحمد لله ما عنديش بو نشوف فيه يجينا دو طون زون طون يجي يعطيني مصروفي يحكي معنا شويه سافاش نحوي لك شنو القرايه ويروح هو حاول انه يتلهي بينا بالقدام سيتي كان مقسم ما كانش يعيش فرد مدينه احنا وياه بشويه بشويه يمكن كان كيف يجي يمكن كان بعد ما يعطيني مصروفي كان يحب يخرج خليه يخرج سي بون مش لازم يزيد يتوج جو بريفير نمشي مع اصحابي ولا ساعات كان حتى مش يقلقني حضوره اما كان نظيف نظيف العلاقه تبدلت توا كي كبرت كنت نقول الحمد لله بابا مش معانا بالكش هو عنيف بالكش هو انا ما نعرفوش ما نعرفش طبيعته سي لو كونترير بابا انسان كول على الاخر كالم برشا وباهي برشا ويمكن ندمت على الوقت هذاك انا اللي ضيعته انا ولا هو اللي ضيعه ما نعرفش ما عشتش معاه مراهقه حتى لين كبرت اكتشفت بابا عمري 22 سنه مش اكتشفته اني ان كونتاكت مي تعرفت عليه مش صحاب معناتها شو لقيت؟ اللي لقيت مازلنا اون غولاسيون اللي لقيت انها ولا عندي صديق ولات عندي عائله ما كنتش نعرف عائله بابا بالكل نهار اللي خذيت الديسيزيون هذيك امي قالت لي انت خنتني بوكي جي طلع عليك اي انت تمشي له لا انت خنتني كان رد فعل قوي برشا قوي لدرجه انه يمكن حتى كنت باش نخرج من الدار معناتها ولا كما كانت تحكي في العوام هذوما وانا كبيره طلبته مره باش نقول له بون انيفيرسير قال لي عايش بنتي عمري فوق 27 سنه قلت شنو انا بنته عمري ما سمعتها كلمه بنتي جامي معناتها يمكن كي كنت صغيره نتذكر كيلكو سوفونير شويه ما عمري ما سمعتها كلمه عايش بنتي قعدت ساكته في التليفون وبعد عديت شهر نبكي سارة أنت توا يظهر لك وأنك تجاوزت تلاقي أمك وأبوك ولا مازال؟ أنا توا اكتشفت المشاكل. أنا توا ولات عندي مشكلة. سارة كمان معناتها توا عمرك 33 سنة معناتها. أي. وتقول مشاكل بدات توا. العوام هذوما مش توا توا، العوام هذوما. إي معناتها 33 سنة معناتها ما. اكتشفت اللي عندي مشاكل. أنا اكتشفت هي مش توا بديت، ما اكتشفت روحي اكتشفت لي جي دي كومبلكس. اكتشفت روحي لأن ما صاحبتش وأنا صغيرة. كنت نقول خاطر امي صعيبه وما نخرجش تو مي انا غيالمون بعد انا نخاف من لونجاجمون انا نخاف اني نعرس لنجي نهار ونطلق هذا نقول له لا بالكش هذا لا نخرج شويه مده نلقى ديفو هكا حاجه تقلقني لا مفجوعه من العرس ابعد مفجوعه من العرس اي كيما حسب رايك انت متقابله الفكره فهمتك كيما تقول انت زاد اخوك اللي عمره 40 سنه وتو العرس كيف مفجوع ما نعرفش ما تعرف ما نعرفش اما انا نخاف لنطلق دونك شنو نقول مش خايفه من العرس لا مي اذا كانش نعرس بانسان لازم يكون 100% باش نعيش مع 50 سنه قدام 60 سنه قدام كان 99% ما ناخذوش كيفاش وحتى كان نحب نعرس ما نخرجش مع عبد خاطر يعجبني ولا خاطر لا نجم يجيني احسن عبد في الدنيا ما انا جوست نحب نخرج مع عبد يشري لي كاكي يشري لي بغبا بابا نخرج مع شكون العباد يستدعاو الفيونسي نتاعهم الديسكوتيك الريستورون ايتو انا مره خرجت حتى الحطه ولابسه خزرت خارجين باش نتعشاو فما دريجه محطوطين قلت له تو انا هبطت الدرجه ثلاثه سوايع يدز بس هذيك هي سهره وروح رامي خويا انا سعيد جدا اللي انت لهنا صفقونا على سي رامي السعداني 31 سنه ثم خاطر ضيوفي الليله الكل والديهم طلقوا وهما صغار وهو بالحق هذايا يخلق ان تروماتيزم معناتها واحد كيما الصدمه ياكلها وهو صغير ويقعد يتحمل في اثارها وهو كبير لكن ما يمنعش وان واحد كيف والديه يطلقوا وهو كبير انت امك وابوك طلقوا وقت اللي انت عمرك 27 سنه يخلي اثار واثار كبيره تنجم تكون اثار مختلفه
على الاثار اللي يخليها على وليد صغير، مش حكايه حنان وعطف وماكله وشرب ونفقه وكذا، اما نظرته للحياه، نظرته للمراه، نظرته للعرس، نظرته للعائله كذا، تخليك تراجع روحك انت. وانه امك وبوك تلقوا وانت عمرك 27 سنه، شنو هو الاثار اللي خلى فيك شيء هذا؟ واه احنا انا امي وبابا تلقوا يعني سبع وقت، لا عمري انا 27 سنه، عندي خويا اكبر مني 29 سنه وقت. اي معناتها بعد قديش 30 سنه و 31 سنه عرس؟ بيان فهمتك. 30 31 سنه عرس. اي يعني ومي طلاق ما صارش يعني في صافي صافي، فهمت؟ قالوا اللي عمري انا 22 بديت المشاكل وبديت يعني بداوا يبعدوا على بعضهم. اي وبديت تظهر حكايات نتاع قاعدين شويه شويه بالك شي يرجعوا بالك يعني تتصلح الدنيا تتصلح الامور في الاخر، وكان ديما بابا يهز روحه ويمشي، فهمت؟ كل ما تصير مشكله حتى صغيره بتيت اي حكايه صغيره هيك يهز روحه ويمشي على روحه، فهمت؟ يهز حوايجه ويمشي. لي انا مشيت بون دامت 5 سنين بريسك الحكايه كيكا، بعد طلقوا ووقتها كانت فما قضيه يعني قضايا في المحكمه، بابا يقول انطلق هي تقول له لا، بابا يقول لي طلق هي تقول له لا. اسمعني رامي، اليوم هل ترى تتوقع وانك تنجم تعرس بسهوله؟ صعيب برشا. انا خاطب اربع مرات. عندك ثقه في النساء انت بصفه جمله؟ انا خاطب اربع مرات وخويا خاطب اربع مرات يعني وبطلين سوس. اي اما هاك تخطب معناتها معناتها شفت يعني ديما هي موجوده معناتها ديما فما ديما فما تلقى ياما غلطه مثلا في كلام ولد يسالوا بعد ما يسالوا علينا راهو امه وابوه مطلقين وديجا عندي شكون من الفاميه زاد مطلق. اسمعني انا ايش يهمني في كلام الناس، اعطيني في انت 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 اليوم تحس روحك وانه تنجم كيف ترى امك وابوك بعد 30 سنه؟ معناتها بعد 30 سنه عرس. نقول احنا فيهم على القليله 20 سنه عشره باهيه، معناتها على القليله بعد 20 سنه عشره يوصلوا يطلقوا اليوم. انت تنجم تكون عندك ثقه في امراه والا اي ولا نسال راني؟ بالنسبه لتوا لا، بالنسبه لتوا انا لا سيء. معناتها تنجم مش راهو في النساء بصفه عامه، نعم اما في الانس يعني انا شو كي من حاجه اسمها عرس. فهمك. اما انا شنو نحب نقول وصلحني كان انا غلط، نقول يمكن تنجم تحب اي، معناتها تنجم تحب اي تعجبك اي، اما ثقه صعيب شوي. تقول يبدا كان امي اللي انا نعرفها وامي كذا وكذا وبابا اللي انا حاطه حاجه كبيره ياسر وكذا 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 وصلوا عملوا هذاك، باش خلي هذه وبعد معناتها تنجم تحب اي اما الثقه يذنب بها. هل ترى كلامي صحيح ولا غلط؟ ممكن هكاك، ولو اني يعني قلت لك وصلت شوكي على خاطر انا نعرف قصه امي وبابا، قصة أمي بابا يعني قبل ما يعرسوا أنا نعرفها من أ جوسكا زيد. معناتها حب لا يرى الشمس. يعني حب 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 كبير، مش بعد الحب الكبير نتاع بابا وأمي، ديجا هما ما يسكنوش بعد على بعضهم. فهمت. والمشاكل اللي صارت باش بابا خذا أمي وصارت برشا حكايات، وتعرف فميات الرياف راه فميات الرياف يعني صعاب صعاب بالضبط بالضبط. من بعد نلقى روحي انا بابا وامي في مطلقين وفي المحكمه في العمر هذاك، المحكمه في العمر هذاك وجري ومحامين ونفقه وندراشنيه وخصامات وضرر معنوي للاولاد ومادي في نفس الوقت. تلاقى هذاك كيفاش تحبني انا؟ توا المادي في العمر هذاك اهون، اما هو المعنوي هو اللي يخلي اثار كبيره نتصور. المعنوي بون على خاطر احنا مو في عمر كبير. اي المعنوي ما يضرناش اكثر، يعني كي نرجع لروحي انا معنوي نقول صحيح انا كنت بابا كنت اصحاب انا وياه بيان بيان، توا انا وبابا ما نتكلموش. يمكن ما كنتش تتوقع منه هذا النوع من التصرف. جمله ما كنتش نتمقع نهار باش نخمم، يعني جميع باش خممنا نهار عائله الكل باش نوصلوا للشيء هذاك، باش نوصل بابا وامي طلقوا جميع. واضح رامي، وشكرا على شاتك. شوفوا دكتوره رايك في اللي سمعته؟ والله رساله نوجهها للطرفين، للوالدين اللي يمكن طلقوا ولا باش يطلقوا
ولا يخموا في الطلاق ولا منعرفش نقولوا لهم أرحموا وارفقوا بولادكم وما تخليوهمش يدفعوا ضريبة الطلاق. هذه أول حاجة. ثاني حاجة للي والديهم مطلقين كيفكم انتوما وقولوا لهم صحيح هذاك حاجة مؤلمة تفرضت عليكم ما عندكمش ذنب فيها ما اخترتوهاش في الماضي متاعكم لكن الحاضر متاعكم والمستقبل متاعكم ما يكون كان ثمرة ذراعكم انتوما اللي باش تختاروه وحتى كان غلطتوا فيه ما يسالش المهم تتعلموا من الغلط وتقدموا وتصلحوا هذا اللي نجم أستاذ تعليقا يعني حاب نقول كونه اذا كان الزواج تعلمنا كونه يكون مسؤوليه في نصفه برك ما تعلمناش انه يكون مسؤوليه كامله بمعنى بزواجه وما بعد زواجه اذا كان ما صارش الزواج معنى ذلك انه اثارها نشوفوا فيها كلها قاعدين نشوفوا فيها يعني متعده جوانبها متعده لكن في نفس الوقت نقول راهو الزواج ما هوش سجن والطلاق زاد راهو ايضا حريه وايضا اختيار اخر وبناء مختلف فقط يلزم يتم هذه مدرسه محمد مراد هذه الاستاذ طلع تابع مدرسه محمد مراد انا ولا لا ولا لا يا استاذ سامحني لا بالعكس يعني انا حبيت نقول ايضا نظره اخرى يعني خاطر اليوم كاين ايضا نوع من الكونداناسيون يعني توتال يعني لكل من طلق لكل من مش هذا يعني لانه احيانا فعلا تستحيل الاوضاع وتولي نقمه حتى على الصغار بيدهم وبالتالي نحن لا نشجع على الطلاق ونقولوا يلزم ثم ثقافه زواج وثقافه الطلاق في نفس الوقت واضح استاذ والله من المفروض انه الطلاق يكون نهايه المشاكل مع الاسف اغلب الحالات اللي نشوفوهم في مجتمعنا انه تكون بدايه المشاكل اللي يقولوه انه مش من حق الاب انه يغيب من حياه اولاده مش من حق الاب انه يهمل ابنائه مش من حق الاب انه ما ينفقش على ابنائه ومش من حق الام كذلك انه ان تسيء لصورة الأب مش من حقها أن يتمنع الأب من ممارسة حق الزيارة ياريت لو كان نقتنع الكلنا وقت اللي يكون الطلاق لازم وقت اللي تصبح الحياة الزوجية مستحيلة أنه الطلاق بداية حياة جديدة والأب والأم اللي هما ما عادش زوج وزوجة يقتنعوا اللي راهو هذاك قرينك القديم الزوج السابق طليقتك أو طليقك راهو باش يقعد في حياتك مدى الحياة بمعنى أنه وكأنه قريبك كأنه أخ ولا ولد عم ولا ولد خال نجمش تقول ما عادش يكون مني الأب والأم وقت اللي ولدك باش يتزوج باش يكون موجود وقت اللي بنتك باش تتزوج وقت اللي باش تجيب أبناء وقت اللي باش يفرح وقت اللي باش يمرضوا باش تلقاه موجود في حياتك لا مفر ولهذا واش خاص لو كان العباد الكل اللي يوصلوا للطلاق على خاطر ما فماش حل آخر يقتنعوا أني فما حياة بعد الطلاق دون تشفي دون كره دون حقد ويبعدوا أبنائهم عن العلاقة المتوترة هذه اللي عاشوها ربما وقت قيام العلاقة الزوجية ويعيشوا هما مشاكلهم راس راس ويبعدوا أبنائهم لأن العاقبة نشوفنا اللي هي تنجم تكون وخيمة نفسيا وحتى في حياتهم الشخصية شكرا أستاذة الدهماني شكرا سيدي بنفراي شكرا دكتورة بشير تسلية كبيرة على ضيوفي الكل وتصبحوا على خير الناس الكل. مادمازيل الله يحفظك